مشاريع مبتكرة للخريجين الجدد في كلية الهندسة والبترول تبشر بمستقبل مهني واعد يثري العمل الهندسي بأفكار مميزة تأتي بها أجيال جديدة من المهندسين الشباب. مشروعنا اختار سوق ماركية لأنه وجهة سياحية مهمة. قمنا بعمل دراسة وتصميم لشبكة أنابيب من ضمن البنية التحتية مختصة بنقل النفايات الصلبة عن طريق تقنية الهواء المضغوط إلى منطقة تجميع رئيسية بحيث تكون مفصولة من المصدر ويتم نقلها إلى مصانع إعادة التدوير. مشروعنا عبارة عن طريقة هدم جديدة مو بالطريقة التقليدية اللي احنا معتادين عليها. راح يتم الهدم عن طريق فريم بوكس محاط بالمبنى المراد هدمه. حاليا بالكويت قاعد نستخدم طريقة حيل عشوائية، قاعد تضرب العمالة، قاعد تؤدي إلى وفاة عمالة أو إصابتهم، بلس إنه قاعد يؤدي إلى تلوث بيئي. فإحنا بطريقتنا راح نقلل التلوث من الضوضاء، بلس إنه ما راح يكون في عمالة داخل المبنى أثناء عملية الهدم، كلها راح يكون بطريقة تكنيكية. مشاريع تفتح أبوابا جديدة لأصحابها في سوق العمل باحتضانها وتبنيها سواء من القطاع العام أو الخاص، فهذه التصاميم الهندسية تجسد أفكار وابتكارات الطلبة كل في مجال اختصاصه. في تصميم نفه مدرج دائري في المدارج المستقيمة، عادة الطيارة ما تتحمل إلا عادة المدرج ما يتحمل إلا طيارة واحدة، هذا يسبب عندنا تأخير في الرحلات. أما في مدرجنا الدائري فهذا المدرج راح يقدر يتحمل أو يستوعب 3 طيارات بنفس الوقت تكون متواجدة، بالتالي راح يقل عندنا من تأخير الطيارات، راح أيضا يقل عندنا من ازدحام المطار، راح يزيد عندنا عدد الرحلات، وبالتالي أيضا راح تقل عندنا أسعار التذاكر. بالنسبة حق مشروعنا احنا حابين ان نسرع عملية البناء بدولة الكويت، فاستخدمنا سمارت كافولدينج سيستم، وهو راح يساعد على توفير التكلفة والوقت، راح يقلل عملية البناء من 14 ل 28 يوم، بحيث ان العمال راح يقدرون يشتغلون خلال هالعملية، غير عن السكافولد التقليدي اللي يتم بدولة الكويت اللي استخدامه ما يقدرون العمال يشتغلون من 14 ل 28 يوم. مشاريع ذات طابع إبداعي تواكب متطلبات العصر الحديث.